متر بكام عند حضرتك؟ بص، هو مينلي بالنسبه للمناطق الساحليه الموضوع مش بيقاس بالمتر زي ما هو متعارف في الاماكن السكنيه، لانه عندك اكتر من معيار بتسعر بيه. اولا الوحده شايفه البحر ولا لا، ده معيار من المعايير المهمه جدا. مساحة وحجم المشروع نفسه كمساحة أفدنا قد إيه، إحنا مثلا 137 فدان، بتتكلم في حجم السيرفيس والفاسيليتيز اللي بتقدمها في مشروعك عاملة إزاي، فكل دي عوامل بتتحكم في تسعير الوحدات الساحلية غير جزئية المتر. يعني أنت حضراتكم بتبيعوا بالمتر ولا بالوحدة؟ لا، بالوحدة. ثمن الوحدات عند حضرتك بيبدأ بكام وبينتهي بكام؟ يعني نقدر نقول مثلا انا عندي وحدات تبدا من 615,000 مثلا. دي اصغر حاجه. دي اصغر حاجه بالظبط، ومرورا بقى باكتر من اختيار 800 900 وخلافه، يعني نوصل لحد مثلا وحدات توصل معاك ل 2 مليون 800، ده بالنسبه للشاليهات. وفي بعض اليونتس الثانيه بقى زي الفيلات بتخش معاك في 4 مليون واكتر. يعني